نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. وعسكر يسلم التقرير العام حول استفتاء 25 من جويلية إلى رئيس الجمهورية. متابعة سير العمل الحكومي واستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة. المصري يؤكد بأن قرار هيئة الانتخابات سيكون ملزم لجميع وسائل الإعلام باعتبار أن الهيئة الولاية العامة وبيان الهيكل ليس لديه أي قيمة قانونية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد على أهمية تفعيل الرؤية الاستراتيجية لمجابهة آفة الأمية والانقطاع المدرسي. إلى تفاصيل النشرة، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر الثلاثاء بقصر قرطاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي سلم رئيس الدولة بالمناسبة التقرير العام حول استفتاء 25 من جويلية المنقذي والتقرير المالي للهيئة لسنة 21 و2000. وأكد سعيد خلال هذا اللقاء على أن تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها بصفة تامة، استقلالية تامة، وعلى ضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في احترام كامل للقانون. ومن جهة أخرى، استقبل سعيد عصر الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج نجل بودن رمضان رئيسة الحكومة، وخصص اللقاء لمتابعة سير العمل الحكومي واستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم. أوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المصري بخصوص التغطية العالمية للعملية الانتخابية بأن قرار هيئة الانتخابات سيكون ملزم بجميع وسائل الإعلام باعتبار أن للهيئة الولاية العامة وبيان الهيكل ليس لديه أي قيمة قانونية، وذلك خلال اللقاء الإقليمي الذي نظمته صباح اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأحد النزل بمدينة القيروان. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت قرارها عدد 31 لسنة 22 و2000 المنقح للقرار عدد 8 لسنة 18 و2000 المتعلق بتغطية الحملة الانتخابية، والذي تصادر فيه ولاية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال تغطية الانتخابات التشريعية بحجة أن لها الولاية الكاملة على المسار الانتخابي. وأضافت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي تابعت المسار الانتخابي منذ 14 و2000، والتي أعادت جزءا هاما من نجاح التغطية الإعلامية إلى التمكن المهني، ولوجود قرار مشترك بين الهيئتين يضع بدقة أساسيات العمل الصحفي ومهام وحدود كليهما، وعليه يهمها إعلان رفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالي في الذكر، واعتبرته متسرعا ومزاجيا ويندرج في مواصلة لسلسلة الأخطاء الفادحة لهيئة الانتخابات على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين والنشر المتأخر للقرارات الترتيبية في الرهد الرسمي، وأهم القرار عدد 25 لسنة 22 و2000 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح، مما يهدد مصير الانتخابات برمتها. أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر الثلاثاء 22 من نوفمبر الجاري زيارة ميدانية إلى المركز النموذجي لتعليم الكبار بالدندان بولاية منوبة، مرفوقا بكل من علي فالح المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار وإبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعية. وكانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير عمل المركز الذي يضم 189 دارسا من كبار السن ومن المقاطعين مبكرا عن دراسة والإصغاء للمدرسين والدارسين. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية تفعيل الرؤية الاستراتيجية لمجابهة آفة الأمية والانقطاع المدرسي ضمن البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة، وأكد أنه لا منوال تنموي ناجع دون التسلح بالعلم والمعرفة، لأنهما السبيل إلى تطوير مهارات الفرد ورقي المجتمعات وتكريس مبادئ المواطنة وضمان احترام المبادئ العليا لحقوق الإنسان. أعطى وزير السياحة محمد المعزب الحسين أمس الثلاثاء إشارة انطلاق مشروع طريق المشي بتونس لتنويع المنتوج السياحي، وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف المعنية ومثيلي الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بتونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة وممثلي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الفلاحة والهيكل المعنية. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية إطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تدعيم وتعزيز توجه وزارة السياحة نحو تطوير السياحة البديلة المستدامة وفي إطار تنفيذ استراتيجية تنويع المنتوج السياحي التونسي والترويج للسياحة التونسية المستدامة.
نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وعسكري يسلم قيس سعيد التقرير العام حول استفتاء 25 من جويلية الماضي والتقرير المالي للهيئة لسنة 21 أو 2000. متابعة سير العمل الحكومي واستعراض النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بنجلة بودن رمضان. المنصري يؤكد أن قرار هيئة الانتخابات سيكون ملزم لجميع وسائل الإعلام باعتبار أن للهيئة الولاية العامة وبيان الهيكل ليس لديه أي قيمة قانونية. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد على أهمية تفعيل الرؤية الاستراتيجية لمجابهة آفة الأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.